اللواء هيوا عبد الله أن أهالي المناطق المحررة جنوب غرب كركوك استقبلوا بكل حفاوة وترحاب قوات البيجمركة، مشيرا إلى حالة الفرح التي سادت أبناء المناطق المحررة عقب وصول قوات البيجمركة إلى مناطقهم وتطهيرها من الإرهابيين. آمر اللواء الأول لقوات البيجمركة في كركوك كشف عن أن قوات البيجمركة تمكنت وبنجاح من تحرير مناطق شاسعة وعشرات القرى من إرهابي داعش خلال الأيام القليلة الماضية. من جانبهم أكد إعلاميون أن أهالي المناطق المحررة رحبوا بحفاوة بقوات البيجمركة التي تمكنت من تطهير مناطقهم، مشيرين إلى التعامل الأخوي والإنساني للبيجمركة مع أهالي تلك المناطق. أكد آمر اللواء الأول لقوات البيجمركة في كركوك اللواء هيوا عبد الله أن قوات البيجمركة تمكنت بمعنويات عالية من تحرير مناطق شاسعة وعشرات القرى من إرهابي داعش خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن البيجمركة تحمي أرواح وممتلكات جميع المواطنين على حد سواء. نحن في قوات البيجمركة منذ يوم 9/3 بدأت قوات البيجمركة بالهجوم إلى المناطق اللي كان يحتلها داعش في السابق، فبدأت المعركة في عدة محاور في جنوب وجنوب غرب كركوك. في اليوم الأول حررت مناطق ملا عبد الله وناحية ملتقى وقرية دور الكهرباء ومكتب خالد وحتى سكة الحديد. في اليوم الثاني بدأت الزحف البيجمركة من منطقة مريم بيك وفي حدود نهروان وعدة مناطق أخرى، والحمد لله والشكر كملت لحد الآن هذه القوات بتحقيق أهدافها بنجاح وحررت عشرات القرى في هذه المنطقة. والآن أنتم موجودين هنا القريبين من عندكم المناطق التحررت، هذا مجمع يرموك ومجمع الشهيد ومرة ونهروان والحميرة وعشرات القرى اللي تحررت في هذه المنطقة. آمر اللواء الأول لقوات البيجمركة في كركوك كشف في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام عقده في مجمع اليرموك جنوب غربي كركوك والذي تمكنت قوات البيجمركة من تطهيره من إرهابي داعش أن أهالي المناطق المحررة استقبلوا بكل حفاوة وترحاب قوات البيجمركة، مشيرا إلى حالة الفرح التي سادت أبناء المناطق المحررة عقب وصول قوات البيجمركة إلى مناطقهم وتطهيرها من الإرهابيين. المدنيين الذين ليسوا لهم صلة بالداعش استقبلونا استقبال جيد ورحبوا بنا، وبعض منهم كان يريد أن يتقدم أمام البيجمركة حتى لا ينفجر العبوات على البيجمركة. والآن اللي أنتوا شفتوها هنا أتصور هم الأهالي حشولكم بأن الوضع شون، وهم أعلنوا لنا بأن البيجمركة جايين باطل عليه. يا قوة دخلت عليكم قوات البيجمركة؟ زين دخلت علينا بس تعاملهم زين ويانا، ما أذوكم؟ ما أذو أي بشر، ما عذتنا، لا ما عذتنا بالعكس، ما تعاملهم زين ويانا وما أذونا الناس، واحد حكي حق يعني ما أذى واحد، واحنا بقينا قالوا انتم ما طالعين قلنا احنا باقيين ببيوتنا، قالوا ابقوا ببيوتكم ما عليكم كل شيء. والله قبل كانوا يتعاملون علينا مو زين. منو؟ الداعش. وهسه الحمد لله لما حررونا البيجمركة واحنا نشكرهم ورحم الله والديهم. اليوم نحن متواجدون في القطاعات الأمامية لتواجد قوات البيجمركة، يعني حقيقة نحن لا نسميها بيجمركة يعني، وإنما هم أبطال، ويمكن إطلاقها يعني القوات الأمنية. القوات الأمنية اليوم تتكون من قوات بيجمركة وقوات حشد شعبي وقوات أمنية أخرى وجميع القوات. يعني اليوم من خلال لقاءاتنا خلال الجولة التي قمنا بها في هذه القطاعات، البيجمركة يقول لا تقول نحن ندافع عن قومية، نحن ندافع عن أرض العراق. في الحقيقة عندما بدأت عمليات التحرير القرى العربية غرب وجنوب غرب كركوك من قبل قوات البيجمركة البطلة، حقيقة تعامل قوات البيجمركة مع الإعلام كانت سلسة وممتازة، بحيث استطعنا أن نغطي هذه العمليات التحرير ورأينا كيف يقوم بالدواعش بالهروب أمام قوات البيجمركة، ورأينا أيضا تفاعل أهالي المنطقة مع قوات البيجمركة وكيف
كان فرحتهم عندما رأوا قوات البشمركة يحررونهم ويؤمنون لهم الأمان الذي كانوا أيضا يعني افتقدوها لمدة 10 أشهر. قوات البيشمركة تمكنت وبنجاح من تحرير مناطق شاسعة وعشرات القرى من إرهابي داعش خلال الأيام القليلة الماضية وسط ترحيب كبير من أهالي المناطق المحررة. هلغورد حسن، فضائية كركوك.